الآن 90% من المدن السورية مدمر عن بكرة أبيها. ستقول لي دمرته الصهيونية. يا سيدي، حتى لو دمرته العصابات المسلحة فهذه وصمة عار في جبين نظام لا يستطيع أن يدافع عن وطن، صح ولا لا؟ طب هذا مش سؤالي، هذا سؤال وصلني ألف مرة. أنا خارج اللعبة تماما ولا بدي الدخل. سأجيبك. جاوبني. سأجيبك. وين قومجية؟ وين عربجية؟ هل عنا عربجية عوضتونا سمانة بالقومية يا زلمة؟ قومجية قال. يا أستاذ سأجيبك. قومية قال. يا أستاذ سأجيبك. قومية صرامي ما بعرف شو. تفضل. يا أستاذ سأجيبك. يا أستاذ سأجيبك. بس دقيقة. يا سيدي اسمح لي. كل يوم. يبدو أن البلد اسمح لي. سوريا. إذا كانت القضية قضية سياح. كل يوم في سوريا يحدث فيها كارثتين. اسمح لي. منظمة التحرير الفلسطينية. اصمت حتى اعلمه. انت جاهل بمعنى المقاومه. دكتور. اسمح لي. المقاومه هناك طرف. اخي اسمع ما اقول لك. الطرف سجل امامك. سجل يا رجل. اذن لي استمع الى كاذيب. انت جاهل. دقيقه يا دكتور. وين حرمه؟ مرزوق ومش عليه سجل. لا يفيدني. وقف البرنامج اخي. وقف البرنامج. بدك حلم نسمع لك يا اخي. سجل عندك وجاوبه بعدين. لكن هذه كذب. سجل عندك وانت سجل عندك. طيب بدي اجاوبه. سجل عندك يا اخي. خلينا نجاوبه. جاوبه. ما عاش فيه ولا كلمه ولا مقاطعه. تفضل اشرح لك المقاومه انا التي تشرح لي هذه المقاومه. اخي خلاص نوقف البرنامج ثم نعود. اوقف البرنامج. اوقف البرنامج ثاني وحده وسنعود. يا اخي افهم علينا انت كمان. ولكن هذا افهم علينا انت دكتور قومجي. يقول القومجي تبع كورونا. اسمع انا معهم اسمه الثوره وتحالف معهم بتدمير العراق وهم يتحالفون اليوم مع الإمبريالية الأمريكية ومع الإمبريالية الطرانية التركية لتدمير. طيب ماشي بس أنا أسألك سيد ولد حرمة. حيث ما جاء محتل ومدمر كنت معه. طيب ماشي سيد ولد حرمة. ما جاء طامع كنت معه. سيد ولد حرمة. أنتم أحباب أمير غال. سيد ولد حرمة. سيد ولد حرمة. الكعبة يا أخي بدي شو ستبقون أحباب أمير غال. ماشي. أما نحن. طيب سيد ولد حرمة. سيد ولد حرمة. رافضون لذلك. ماشي سيد ولد حرمة. طيب يا أخي. سيد ولد حرمة. سيد ولد حرمة. خليني أسألك. هل أنت مع سقوط نظام مبارك؟ نعم مع سقوط نظام. دقيقة بس. وكنت معه. دقيقة دقيقة. وكل يا أخي دقيقة معه. خليني أسألك من شأن الله. هل أنت مع سقوط زين العابدين بن علي؟ طبعا. هل أنت مع سقوط القذافي؟ ليس بطريقة اللي سقطها. ماشي بسقوط. لا بالطريقة هاي. أنا معه. أنت معه ولا أنت ابن الدماء اللي يا أخي. يا أخي طلبت منك أرجوك تسكت. وستصدر فتوى غدا بإجازتي تدمير كل الناس اللي خاطب النار اللي في. اسمع اسمع اسمع. هل أنت مع سقوط الطواغيت؟ مع سقوط. طيب لماذا باركتم سقوط كل الطواغيت؟ استناني خلص سؤالي. لماذا باركتم سقوط كل الطواغيت وعندما ثار الشعب السوري أصبحت مؤامرة؟ هل تعلم أن الشعب السوري الكثير من السوريين لو كان لديهم نظام مثل نظام حسني مبارك لما ثاروا؟ يا راجل هل يعقل أن تبارك سقوط أنظمة مثل حسني مبارك اللي هو عز الديمقراطية؟ عز الديمقراطية. دقيقة. وتقف ضد وتقف مع النظام السوري. أسألك هل تعلم أن في سوريا البغل بحاجة لي لهذا لإذن من المخابرات؟ وأي مخابرات؟ دقيقة. المخابرات الجوية بربك. هذا رأي الجزيرة. متى طار البغال؟ هذا رأي الجزيرة. متى طار البغال؟ يا أخي أنا من سوريا. متى طار البغال؟ أنا أعرف سوريا وترسل لك. متى طار البغال؟ لا لا البغل بده. دقيقة. يا رجل طيب أنا بدي أسألك لماذا القضية الفلسطينية؟ لماذا بدك تعلمني إياها؟ لماذا يا سيدي؟ طيب نحن نقول انه النظام السوري مثل نظام حسني مبارك ومثل نظام العقون احذيه القياصره. امثالك ممن العقون احذيه القياصره والسماسره. امثالك كثيرون. ولو كنت اظن ان مثلك سيواجهني لما قطعت هذه المسافه. تنبحون. بس يا اخي قلت لك اسكت. الثوره السوريه من حق السوريين ان يزوروا. من حق السوريين يا اخي. طيب بدي اسالك سؤال. يا رجل خلوا عندنا الواحد يا اخي. انت خليك يتكلم. يهذوا بكلام يا رجل. خليك يتكلم. خلص الوقت وانت بدك تسجل. لديك رساله. تعالك المرتزقه. اسمح لي اسمح لي. اخي وقف البرنامج. انت يجب لا راح تفهم ولا الله يفهمك. خلص. اذا كانت ايش الحق عليك على كل حال؟ صراحة الحق علي يا أخي. اسكت عاد. خلاص سكتنا. السوريون والله العظيم. كأي شعب. لك يا زلمة افهم افهم. خلاص بقول لك اسكت. السوريون شعب. بس دقيقة دقيقة. أنا بدي أسأل يا أخي. أنا مدير البرنامج. في أربع أسئلة. لا دقيقة بدي أسأل يا أخي. اسكت. لك يا مش الحق عليك بصراحة. الحق علي شابك. أوكي.